يعني عملت اللي عليها، يعني قامت بهذه الفكرة، ويعني يكفي أيضا يعني يعني تحضيرها لإشراف موسيقى وأيضا لفرقة موسيقية الحقيقة عجبتني جدا، يعني إلى جانب طبعا حضور الإبداع الصوتي المتمثل في إسماء المنور الحقيقة. يعني هذه الأمور الإدارة عملت كل هذه الأمور، إذن الباقي على منه؟ الباقي على الجمهور بالتشجيع وبالتصويت وبالمسجات والرسائل علشان يحددون، لأن أهم الصوت اللي راح الجمهور هو الصوت اللي راح يوصل الفائز يعني. فبالتالي يعني يا جمهور، نحن كلجنة وإدارة وأيضا قاعدين يعني مثل هذه المفاجآت الحلوة يعني اللي حضرت معنا اليوم، لكن يبقى صوتكم هو الصوت الأخير اللي حدد من هو الفائز. فإن شاء الله يكون يعني تشجيعكم معنا باقي، وشكرا أيضا للفنانة طبعا أسماء. يعطيك العافية. جمهورنا مشاهدينا طبعا بدوري أنا وسارة الحين شنو نقول لكم؟ مع السلامة. أنا بقول لكم من عندي، نتمنى إن شاء الله أن تكون الحلقة كانت خفيفة وحلوة، وإحنا هم طلعنا خفاف دم عليكم أنا وسارة وفنانتنا أسماء منور أكيد اللي نورتنا ونورت تلفزيون الشاهد. الحين نبي نختم معاكم، تابعونا الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله بحلقة جديدة من صوت السهارة مع محمد وسارة. مع السلامة.